بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مرة ثانية نعود إليكم وحلقة جديدة وأكلة جديدة. طبعا كما تعودنا للشيف أبو عبد الله يعود احنا كل يوم حركة. نطلع فاصل ونعود إليكم، فاصل ونعود إليكم. هاي عشو فاصل. مساء الخير ابو عبد الله. مساء النور والسرور. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. مبسوط؟ الحمد لله ما شاء الله. يعني مرعوش كذا؟ مرعوش الحمد لله. المشاهدين تعودوا منك دائما تجيب الجديد. الله يحفظك طول عمرك. اليوم معنا كبسه بالصيد. كبسه مش باللحم؟ لا مش باللحم، بالصيد. الكبسه بالصيد مكوناتها ايش؟ مكوناتها هذه مكوناتها كيلو صيد. ايوه المشاهدين تابعوا احنا كيلو صيد. ايوه ثوم ايوه بسباس شحري. ايوه ملح. ايوه كمون. حلو. موتو. ايوه فلفل اسود. ايوه فلفل اسود. حلو. هيل. كركم. ايوه ودي قرفه. هذا كركم. ما كركم دي. يعني الكركم هذا يعني تقول كمال هرود كذا. كله كركم. ايوه ايوه وهذا لا اله الا الله محمد رسول الله جوز الهند. ايوه الجوز هذا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا الطبخ على بركه الله. اعزائي المشاهدين تابعونا احنا في الطبخه الجديده بالكبسه بالصيد. ابو عبد الله مرحبا. وين رحت؟ موجود عندك معي. ايوه ابو عبد الله. ثلاث معالق زيت. ايوه عشو خلي الزيت قليل يحمى. وانت اي ابو عبد الله اي حاجه بغيت تطلبها منك. ابشر يا معزك. لا عندك انا اي شيء بغيت من يا معزك انت قول لي هات كذا على طول. تسلم. ايوه البصل. ايوه خلي الزيت قليل يحمى. يا سلام صب كله حدود ثلاث عروق كبيره. ثلاث عروق بصل كبيره. ايوه عبد الله حمس عبد الله حمس. ايوه مشاهدينا تابعونا على الحلقه هي حلوه كذا. ايوه دي طبخة لو مرت تلاقيها بالصيد. لا انت دائما تلاقيها باللحم. باللحم بالصيد بالخم تطلع باي شيء. المهم كبسة. باي شيء بالدياي برضه. نعم طبعا. يا ابو عبد الله تخيل احنا لقينا مطعم في شيء بالوديع مليون ناس. والله كل واحد برزقه. كل واحد برزقه بنلاقيها كذا بين ال فين؟ شفت العقوبية من تحت. تحت العقوبية مليء حلو بس لكن هناك المياه ماشي معدومة المياه هناك. من يحب نلاقي بير؟ اوه والله شغلة. ما تكلف نحن البير ما هي بالسهلة. لا من بقى وقت فات. انت ابو عبد الله اكيد اشتغلت في مطاعم اشتغلت في براعم. نعم اشتغلنا في عدة مطاعم. يعني كل اشتغلت فيه اشتغلنا في المطاعم. كما ان انا اشتغلت المطعم بيقبلونا. لا ما بيقبلونك ايش بك؟ باك بشر. بشر بس بيقبلونك. وخصوصا عاد بيكون المطعم مزدحم بالناس بحكم انك ظريف. يا زفي بس انت ما تكسر ريول. الناس بيكسروا ريولك شوف. طيب كل واحد بيتغدى وبيخليك يا زفي بتجيب له كلمه بعدين بتطلع العايد الصافي بعدين. ممكن الثوم باك؟ الثوم. وين الثوم؟ ذا ثوم ولا ثوم؟ لا ذا ثوم. بعيد. نعم. معلقتين ثوم. والثوم لو زاد لما يقول شيله. تسلم انت. بعد الثوم ها؟ وانا الطماطم. طماطم. يقول لها باللبناني البندوره. بندوره هات البندوره. البندوره هذه يعني ثلاث حبوب يعني متوسطه كذا. مع عرقين بس شوف هذي وغدا كبسة تقع إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أيوة حرك علي حرك
خليه يقلي يستوي كذا بس. وعبد الله انت رحت العسكر اول ايام العسكر؟ نعم. وتعلمت ما بالعسكر؟ تعلمت؟ ها؟ تعلمت ايش بالعسكر؟ والله تعلمنا اشياء كثيره. كويس عاد كويس. الطباخ اولها ما تعلمت الا بالعسكر. البطن. البطن اول شيء. اول شيء. تعلمنا اشياء كثيره وبدفعيه نعم. صح يعني وناس ما رحت العسكر ما تعلم شيء. ايش من دفعه انت؟ دفعه 16. 16؟ انا صار قدامك بسنه. انا دفع 17. انت بعدي مش قدامي. انت بعدي 17. انت 17 وانت 16. 16 ما شاء الله. ايش رايك في 16؟ ما شاء الله تبارك الله. انت تعلمت الطباخ؟ تعلمت وانت وانت تعلمت ايش هناك في العسكر؟ والله تعلمت اللهله. اللهله اللهله يعني. زين زين ريض كل واحد برزقه. اللهله منها فلوس. شوف اللهله منها فلوس. واحد حصل واحد لهله. لا تحسب نفسك بسيط حتى في تريا منها شوف لك شعبيه. زبكو 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 بس زبكو زبكو ولا زبيو زبيو زبكو زبيو. والله يا ابو عبد الله سعاد الضحك. زبيو 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 زبيو. الان يا زبيو نحط الصيد. نحط الصيد. ايوه صيد حلو. أعزائي المشاهدين الآن نحط الصيد. وعبد الله يحط الصيد. يا الصيد. ساقه حلوه عبد الله. تكشوله تكشوله. نزل ال نزله؟ التحدي. ونحرك عليه. حلو حلو. يلا يا ابو عبد الله باقي البسباس والسبانخ. الحين بيجي له الحين الحين بيجي دوره. الحين بيجي دوره لا تستعجل. لا لا مشان مشان المواطن ذاك يعرف وين بعد. ما عليك ما عليك ما عليك ما عليك. احنا اول حطينا البصل. ايوه. مع الثوم. ايوه. مع الطماطم. مع البسباس. مع الخصار. خليه قليل يستوي كذا. مع الخصار. مع الخصار. الصيد الصيد حي حلوه. الزيت مو حطنا اول شيء اول شيء الزيت. الحين ممكن نجيب البسباس الاحمر هذا. البسباس الاحمر؟ هذا البسباس. ذا؟ ايوه. الشحري؟ ايه الشحري. عاشوه الشعر. بعضهم يستخدموا صلصه طماطم وبعضهم يستخدموا البسباس، لكن انا استخدمت البسباس. هات المعلقه ابوي. هات المعلقه؟ ايوه هذه. ايوه حلو. عندي 30 حلقه دي باخذ الطباخ. نعم. نعم اتمنى ذلك انا. كيف اتمنى؟ اتمنى ان كنت انت تتمنى. نعم. انا اتمنى. اتمنى لك كل خير. اتمنى لك كل خير. انا كل خير. عاشو. يا اهلي يا اهلي. ما شاء الله فنان يا بلادي. فنان اقول لك ما شاء الله. ساعات تغني وساعات واكد الحياه ابغى تاكل اشوفها والله. ادري اللزوم ادري الهيل. لا الهيل اسحب لي والله. لا لا اسحب لي المعلقه ذيك. هذا المقدار حقي. ايوه ده الهيل. هذا الهيل معلقه. هيل معلقه كمون. ايوه قليل موته ولا هو انه مش مرغوب لك انه قليل موته. موته فلفل اسود قليل. يا سلام يا سلام يا سلام. شوف تطلع استغفر كذا تكشونه. اي كاري قليل. عطوا عطوا كاري عطوا. عود قرنفل قليل. ثلاثة عيدة ما نزيد عليه. وندقها ولا شيء؟ لا لا خلاص ريح. ريح. هذا كذا. ايوه جوز الهند جوز الهند. لا ديكريشن هذا. جوز الهند جوز الهند. وازمه؟ ديكريشن يعني. ديكريشن. زين.
هذا يوزهند احنا نجي بالسالفه هند كل شيء زين قد ما كنت كنت بتعلم الانجليزي انا تعلمت الانجليزي انا سبقتك بالانجليزي يعني سبقتنا ديكوريشن حلوه دي عاشو عاشو هذا شبيهه بالصياديه شوف شبيهه بالصياديه يعني تشبه الصياديه لكن ذي تكبس الرز فوقها والصيادية نعم. خلي الرز وحده ترفع الصيد الصيادية ترفع الصيد يا سلام يا سلام وين الزبادي ذا وين الزبادي دي طفيها الحين بالزبادي تسلم معلقتين زبادي تسلم تسلم انت تسلم يا تسلم ابو عبد الله خلني احرك لا ما عليك ها انا الصيد هنا اجيب برفق كيف الصيد اقول لك اجيب برفق كيف برفق يعني بشوي يعني بشوي شوي بدل لا بيقرب ما عليك ما عليك ما عليك هات لي الرز بس ايش خلي الرز وهات لي الرز ليش خلي الرز هات الان نقص النار ابو عبد الله حبيبي ياي يلا خلاص ما عليك يا هلا تسلم تعال تسلم والله تسلم ابو عبد الله الله يحفظك والله تسلم انت انسان ظريف يا اخي والله ها انسان ظريف اقول لك الحين ممكن هذا نحوله هنا وذا نحطه هنا مشان هذا بنا له نار هادية يعني تعكسها؟ نعكسها أعزائي المشاهدين عكسنا الصوص من وإلى من نار هادية إلى نار حامية من نار حامية إلى نار هادية إلى نار الوطيس خلوكم معنا أيوة كبسة اليوم من هنا ده. من هنا كبسة نحط الملح الآن نحط ملح في الرز وتعطي نحط ملح وعادي معلقتين عاشو يا سلام ابو عبد الله يا سلام لا شوف بقاله 10 دقائق ها بقاله 10 دقائق على ما ينضي الرز نطلع فاصل والله بدنا نعم بدنا والله ندردش كذا معك شوي كذا والله نطلع فاصل افضل ها نطلع فاصل افضل اي ابو عبد الله كذا خلنا 10 دقائق لان 10 دقائق ما هي بسيطه اعزائي المشاهدين نطلع فاصل فاصل والعوده ان شاء الله مع ابو عبد الله هاي عاشو عاشو ايوه أعزائي المشاهدين بعد الفاصل نواصل معكم ومع أبو عبد الله أبو عبد الله جاهز؟ جاهز أيوة خلاص استوت الآن طبختنا كل شيء تمام؟ كل شيء تمام إن شاء الله أيوة وريني كده وريني الآن نشغل الرز أيوة بسم الله الرحمن الرحيم أيوة تشغل الرز أيوة أبو عبد الله أيوة يا سلام يا سلام نحط الرز ها على الصيد يا سلام يا سلام يا ايوه حلو ممكن يجيب اللوز هذا اللوز هذا ايوه ممكن تكريشن هذا التكريشن ايوه التكريشن ممكن حط له كذا في الوسط حلو يا سلام يا سلام يا سلام مركز معي شوف مركز مركز قليل صبغه يا
قليل حاجه بسيطه بس. خلاص شكرا. ايوه نخليها على نار هادي. نعم ايوه على كذا. نعم تقدر والله نخليها. لا عاد كذا عاد قليل حبه حقه نار. تطلع فاصل شوي. تضع فاصل. نعم تطلع فاصل. نطلع فاصل. ايوه اعزائي المشاهدين تطلع فاصل اللي تبقى جاهزه وفاصل شغلي ونعود اليكم ان شاء الله بعد الفاصل نعود اليكم. ابو عبد الله. ابو عبد الله يا مرحبا حياك. كيف حالك طيب؟ الحمد لله ما شاء الله. والكبسه يا اخي خلاص الان جاهزه. جاهزه الكبسه؟ طلع البخار يعني. نعم تمام والله. بس نحن محتاجين الكبسه. نعم. يلا خلاص نغرف. اغرف خلاص غرف. ايوه مشان الناس يشوفون. قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه مشان الناس يشوفون. ايوه كبوسه عشو فور. عشو فور كريم. كبسه معنا موجوده. ايوه الكبسه عشو من صح من الصيد. طلع الصيد. طلع الصيد الان. الصيد هذا جاهز. تمام طلع الصيد. الصيد حلو. ايوه التمد هذا يستحمل قوي. يستحمل حراره. يستحمل. بس عدل الحين عدل. عدل الصفحة. خلاص الصيد اللي معك. خلي التحميص من فوق والرز ده عشان
تم ولا لا؟ هذا حق الخسار. اللوز والزبيب. الان نحط هذه البهارات. هذه زينه. هذه ما بهارات، مكسرات. 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 ايوه. هذا الصيد حقه. ايوه عندنا الحين. ايوه خلوا العرض هذا خلوه. خلاص جاهز. اعزائي المشاهدين، هذه الكبسه طبعا كبسه ابو عبد الله طبعا جاهزه، لكن كبسه بالصيد هذا كبسه حلوه جدا، وهذا حسب ترون قدامكم كبسه حلوه. ونطلع فاصل وان شاء الله الحلقه عاد ما خلصت، ان شاء الله الجاي وان شاء الله نطلع فاصل. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله. فاصل عاشور عاشور عاشور. بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي المشاهدين، عوده مره اخرى، عوده مره اخرى مع الحلواني. الحلواني يا سلام، اللي قلك البهلاوي. مساء الخير. مساء الخير يا صبري. ايوه. ايش اللي لقيت البهلاوي؟ والله بلح الشام. بلح الشام. بلح الشام حلو. انت اليوم ما معك اليوم؟ اليوم معي بلح الشام. بلح الشام. ايوه. مكونات بلح الشام سهله بسيطه. ايوه. سكر وملح مع بعض. ايوه. معلقه صغيره. ايوه. بيضتين. ايوه. وزبدة ومعها ثلاثة كوب دقيق وكوبين ما بنحطها في النار. استبانة هذا بس. هات الماء. يلا يا تفضل. والآن نبدأ صبري بعملية ال وضع الكوب في الكوبة. كوبين. كوبين. عاشو. شغلها على النار شوية. عاشو. خلي شوية يغلي بس. أيوة. حط الزبدة فوق الماء. الزبدة. أيوة. السكر والملح. نزل تحت. شوية بس على ما هات اخبارك عبد الله. هات ايش جديد؟ اخبار تمام يا ايش اخر برامي معاكم؟ ايش اخر برامي؟ انتم ايش اخر برامجكم انتم؟ والله هذا انا برنامجنا هذا ومطبخ الحضري ماشي غيره. والله يعني الموسم الماضي انت اشتغلت. ايوه بالضبط. يعني لقيت نفس الحركات هذه؟ لا، الموسم الماضي كانت شغلات ثانيه. ايوه. غير هذه. غير هذه، الحين في شغلات جديده. بالضبط. جديده. هذه شغلات يعني الموسم، كل موسم له شغلاته. له شغلاته. لا قلنا خاف مكرر ولا شيء يعني. لا لا ماشي مكرر. خليها تغلي شويه بس عشان. ايش اخبارك الفنيه؟ ها؟ ايش اخبارك الفنيه يعني؟ والله ما لي شيء في الفن. لا قالوا انه صبر الانسان فنان وعنده يقول الشعر يقول ليش؟ ها؟ شعر تو كل واحد. احيانا الشعر ما هو. ايوه ايوه. ممكن تسمعنا شوي كذا؟ ماشي. لا لا لا. الحليله نايمه في البيت. لا 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 خلي الحليله. صايمه صايمه. كلمتين كلمتين قال. صايمه صايمه دلهين. ها؟ صايمه دلهين. ما تقدر ما تقدر تتقلب طول. اه. خلي وقت ثاني برتبها لك بجيبها لك جاهزه كذا. لا 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 مع المشاهدين. مع المشاهدين يتابعونا احد يقول حق الكاميرا. ما تحب الكاميرات الحليله هاي؟ لا لا تحب الكاميرا. تحب الكاميرا. ايش دراك؟ ابو عبد الله كان يقول الشعر. قال الشعر وقال ابو عبد الله شاعر ابا عن جد يعني. ها؟
جبن عن جد. جده شاعر، ابوه شاعر. جبن عن جد. وجاره شاعر. كاف الكاف جاره شاعر. يا قال واحد شاعر، واحد ليش جاره. جاره يعني اثروا عليه. حداد بن حسن جاره على طول. يعني متتر بهذه البيئه. ما هي جديد عليه. بعد والله الريال طيب. من هو؟ ابو عبد الله. يا اخي سني على انا معاشر. لا ابو عبد الله هذا والله لا مستغرب يا اخي، مستغرب. كل يوم يبني صبخه، كل يوم يبني اشياء جديده. هو ما شاء الله عليه. هو موسوعه ما شاء الله. حتى المشاهدين يقول مدرب كذا ضيع المشاهدين ضيع. موسوعه. نزل الدقيق. ايوه. صبر الميه شوي. شوي. يا سلام. شوف وقعت بالفلوزة. ها؟ من الأصيدة. تعرف الأصيدة؟ من الأصيدة. شبه العصيدة. عاشوا. عاش أبو عامر عاش. من النار شوية بس. حط الزيت. زين احفظ زين انها قربها تحرك ال وهذا الساعه تحرك امسك نفسك حار عليك تحرك شوي ايوه. اذا انت في المطبخ صارخ معك كل شيء بقى على الثمان. خذ راحتك. ايوه خذ راحتك. عديني يا ريال عديني. تسلم والله. والله تسلم انت تسلم. شوف كيف قاعد شكله. جاء الكيك كلك من الفافوذي قاعد. عمليه سهله وحلوه. سهله وحلوه. ما تاخذ وقت. استبرد شوية. ايوه. ننزل البيض فوقها. العبيها بالكيس. الكيس بعد تضغط. نزلها حبة حبة. الزيت. عشو. غدك انت تسويها بعد. ماذا؟ انت تسويها. انت رونا رونا مرة رونا. نزل البيض شوي. حبة حبة. يا سلام. تغلى شوي مشان نرطب. لا مشان القعصرين. المل اللي فيها يكفيها. ها؟ المل اللي فيها يكفيها. لها حق البيض اللي اسوي. نزل بعدين حبة ثانية بيض. شلها خلاص. يا سلام. طيب تحرك عليهم ما ندوب البيضة هذه اللي حطيتها. يا سلام لهم. عشتوا. ايوه. قريب جاهز ان شاء الله. ان شاء الله.
ايوه خليكم معنا. خليك مركز. خليكم مركزين. لا مركز نوعا مع ذلك كالشغل بتقع. ان شاء الله بتعجبك. ان شاء الله ان شاء الله تعجبك. تعجب الجميع ان شاء الله. نافس بس. يس. قفازات ميداتك الحلوه. بس. اثنين قفز ندلس. تفضل تفضل. تسلم الله يحفظك. تسلم والله تسلم. الله يحفظك الله يحفظك. كيف؟ لا رهن رهن الاشاره. يا سلام. قل لي عبد الله. انت عبد الله ولا زبيو؟ لا عبد الله. زبيو برا البرنامج. ليه ليه سموك زبيو؟ زبيو هذا مسكين. هذا اسم لاعب في البرتغال استثنيات. البرتغال يا. ايام بيلعب هداف البرازيل وهو هداف البرتغال. هذا اسمه زبيو. نفس اللعبه. نفس التشكيله. نفس التشكيله. نفس التشكيله. سبحان الله. نفس التشكيلة. وين عملت التشكيلة؟ هلا تشكيلة الا حلو. بس داك برتغالي. ولا يبني. بسم الله نحطها بالكيس. الطريقة هذه. ركز معاي هنا انت. هاي الطريقة. يا اخي انا ما اشوف من الشق. تعال تعال من الشق. تعال افتح. سهلة حلوة. شفت الكيس ذا تذكرنا مال الكيس ذا؟ ربات الحنة مالت الحنة بحنين مع كاس. ايوه بالضبط. صح. لكن شيرة ودخلة هذا كيس خاص بالحلويات. ها؟ كيس خاص بالحلويات. عشتو. اعزائي المشاهدين الكيس خاص باللعب. هاي الطريقة. طريقة حلوة حلوة الطريقة دي. شوفوا شوفوا. شوف اتعلم. شوف اتعلم. شوف جيب معي هات معي يا صاحبي. طيب شوية بس بنطلعها. ها؟ شوية بنطلعها. فهمتها دنين؟ فهمتها؟ نفس الطريقة. تضغط عليها وتنزلها وتقصها بصباعك وتقطعها زين. ايش اسمها؟ حلوة. ايش اسمها؟ اسمها بلح الشام. يا سلام يا بلح الشام. بلح الشام يا بلح الشام. بلح الشام يا بلح الشام. يوم فطرنا بلح الشام. يا سلام. فطار يا فطار المشاهدين طبعا. تحبون بلح الشام؟ مشاهدنا تحبون بلح الشام؟ ايوه قالوا يحبون بلح الشام. ايش ثو عشتوا عشتوا. مرة شفت واحد بعرف في السوق من في السوق. وين شفته في السوق؟ في السوق. كم والله أكبر شيء. أكبر منه شو؟ أكبر شيء صح. بس لو شفته وأنا صحيته كذا وأنا عارفه ما أدري حاجة فيه. لا. أنت خبر نقول لا حق البطاطس. يا البطاطس. قشارة. قشارة. يعني على الخبز يقشرون. قوية. قولي قوية. قوية. بسم الله.
المفروض يخيصون هذا خلوه الشباب ياخذ. هو كذا حق الضغط. ها؟ حق الضغط ما يتحمل. يتحمل الضغط. حلو متحمل. يتحمل. ها؟ في اكياس تتحمل في اكياس متحمل. يتحمل روح دار ولا يتحمل الضغط؟ بيتحمل. لا بيتحمل حاله صغير. حاله صغير روح دار لكن بيتحمل. سلام سلام يا ابن الحشام. ابن الحشام. ابن الحشام. يا سلام. ايش رايك؟ اسمه حلو والله. شكله حلو. لا اسمه حلو وشكله حلو لكن كلاكل يعني. أكيد بيكون حلو. ها؟ أه؟ أصله من الشام بيكون حلو. لازم الشام يكون حلو. يا سلام يا سلام لم. عاشو. بس كفاية صار. خلاص جوع فيه. بس كفاية. بس عليك بالصبر شوية بس. ها؟ أه؟ شوية أبو نجم صبرك شوية. بس. الصبر فيه الجزاء. يقولون صبر صبر الحبيب ما اكل الزبيب ولا ايش؟ والله ضرب الحبيب. ضرب الحبيب هو صبر الحبيب. ضرب صبر الحبيب والله ضرب الحبيب. ضرب الحبيب ما اكل الزبيب. يا سلام يا سلام. يعني و مثلا مثلا و ايش يقصد بها؟ ايوه ايش يقصد بها مثلا و مثلا يقصد بها و مثلا يقصد بها و مثلا يا ايش يقصد بها يعني اضرب الحبيب؟ ايوه ضرب حزك ما اكل الزبيب. يقصد بها وا يقصد بها مثلا يقصد بها وا مثلا يقصد بها وا جمهور مشاهدين اكل الحب اكل الحبيب. ضرب الحبيب. ضرب الحبيب ما اكل الزبيب. ايش يقصد بها؟ عندي تبي لي واحد عندي يا اخي الله مع المدار وا نقول ايش يقصد يعني مثل قول له كل ما ضربك حبيبك كل ما زاد ال يعني حلاوة فيها. حلاوة. حلاوة وكادي وبيليل. ما تشعر بها يعني. ما تشعر بها ابدا. كلام برضه سليم. ايوه كلام سليم. وين العسل بس يا عبد الله؟ العسل موجود عندك. وين العسل؟ هذا قدام. من الدراسة. من الثلاجة نسيت من الثلاجة. العسل العسل في الثلاجة حاضر. العسل في الثلاجة. والتلاية فيها العسل العسل العسل. تفضل. ما شاء الله. عاشو. صب العسل. صب العسل من بنانك. هوني شوف هوني كلمات منه. لو مناف الصين. ها؟ ها؟ مناف الصين. لي ما احسب لي المحبة. ايوه اي نحسب بين المحبين. عاش والله يا اخي انت صبر شوف فضيع قلت لك انا قلت لا 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 ما انا اللي قال المحضار اللي قال ما لي شيء في الشعر. لي ما احسب لي ما احسب لي المحبة. ايوه ما ينحسب بين المحبين. بين المحبين. هذا بالحشام جهاز بالحشام ويود بالحشام بالحشام بالعسل بالعسل للعسل شوية بس كم قايل هيا العسل للعسل لل هذا هو جاهز التقديم. هل هذا العسل جاهز؟ جاهز التقديم. عرض حياك الله. طبعا مكونات سهلة بسيطة سهل بسيط وحلوة بس مكوناتها مكونات سهلة سهل مكونات كلها تلاقيها موجودة عندك على الشاشة. على الشاشة موجودة. اطلع على اليوتيوب تشوف ان شاء الله موجود. حلو حلو اعزائي المشاهدين الحلقة حلقتنا اليوم حق اليوم انتهت مع بل حشام الحلو الجميل. وان شاء الله نلتقي لكم على خير ان شاء الله ونودعكم وداعا حار 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 ونستودعكم. هاي باي باي باي. عشتو عشو يعشو.
وانت تعلمت ايش هناك في العسكر؟ والله تعلمت اللهله. اللهله؟ اللهله يعني. زين. زين. ريض. كل واحد برزقه. اللهله منها فلوس شوف. اللهله منها فلوس. واحد حصل واحد لهله. لا تحسب نفسك بسيط، حتى في تريم هناك شوفك لك شعبيه. زبكو 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 زبكو. بس زبكو. زبكو ولا؟ زبيو زبيو زبكو زبيو. والله يا ابو عبد الله سعاد الضحك. زبيو 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 زبيو. زبيو.